مبسوطة النهاردة بالفوتوشوت، عملنا حاجات حلوة جدا. يعني أنا دايما مع إنيتما ومعي سام سهر، بحس إن أنا بسيب نفسي خالص، وإن هتبقى حاجة فاشن وفي نفس الوقت كانت بيوتيفول وسامر لذيذة. بحب دايما اتعامل مع مايزة في الفوتوشوت، وبيبقى في يعني كل الامبيانس والكواليس بتبقى لذيذه، وفي نفس الوقت بنعمل حاجه حلوه. كان محمود عبد السلام هو اللي بيصور، برضه من احسن الفوتوغرافرز اللي بحب اتعامل معاهم. عملنا حاجه للصيف اوتدور، في بول، في الوان، في يعني هتبقى متهيألي حاجه حلوه ومفاجاه ومبهجه، يعني عشان نفسنا كده تبقى في حاجه مبهجه للناس. وبس اتمنى انه يطلع حلو قوي. ثانك يو.